بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم في هذا الدرس عن الضرب الاتجاهي، حيث سبق وأن تم شرح هذا الموضوع في المحاضرات السابقة، لكن سأقوم بالإعادة هنا لتعميم الفائدة. الآن لو كان لدينا متجهان، المتجه الأول A والمتجه الثاني B، وأردنا ضرب هذين المتجهين ضربا اتجاهيا، عليه يمكن تمثيل العملية بالعلاقة الرياضية الآتية: A cross B يساوي AB sin ثيتا مضروب في وحدة المتجه N، حيث A يمثل مقدار المتجه A، وB يمثل مقدار المتجه B، وساين ثيتا يمثل ساين الزاوية المحصورة بين المتجهين A و B. أما N فهي عبارة عن متجه الوحدة، والذي يمثل اتجاه المتجه الناتج. أما اتجاه N فيمكن تحديده عن طريق قاعدة اليد اليمنى، الـ Right Hand Rule. كما ترون في الشكل أمامكم، والذي يمثل قاعدة اليد اليمنى، حيث يكون شكل اليد اليمنى بالشكل المعروض، وبذلك فإن اتجاه الأصابع أي لف اتجاه الأصابع يجب أن يكون مبتدئاً من المتجه الأول أي باتجاه المتجه الثاني B، وعليه يكون اتجاه الإبهام إلى الأعلى ممثلاً اتجاه ناتج الضرب الاتجاهي أي اتجاه المتجه الناتج A across B، طبعاً وهو نفسه راح يكون اتجاه وحدة المتجه N. الآن بسبب قاعدة اليد اليمنى، فإن ترتيب المتجهات في الضرب الاتجاهي يكون ذات أهمية واضحة، حيث أن الشكل السابق أشار إلى أن A across B هو المتجه الناتج، لكن الآن لو قمنا بقلب اليد اليمنى بحيث جعلنا اتجاه الإبهام إلى الأسفل، سوف ينتج عن هذا تبادل لمواقع المتجهين A و B، حيث أن المتجه B سيحل محل المتجه A، والمتجه A سيحل محل المتجه B، وبالتالي اتجاه الإبهام الذي يشير إلى الأسفل سيشير أيضا إلى اتجاه متجه الوحدة N، ونحن قلنا بأن اتجاه متجه الوحدة هو اتجاه للمتجه الناتج من عملية الضرب الاتجاهي، وعليه بما أن الاتجاه في هذه المرة أصبح بالاتجاه المعاكس للمرة السابقة، لابد من وضع الإشارة السالبة هنا للدلالة على عكس اتجاه المتجه الناتج بعد أن قمنا بعملية قلب اليد اليمنى وجعل الإبهام بالاتجاه المعاكس للاتجاه الأول. من هذا نستنتج بأن الضرب الاتجاهي يعطينا لمتجهين مثل A و B، يعطينا نفس القيمة same magnitude but in opposite direction، وهذا الاتجاه المعكوس تمثل بالإشارة السالبة. أيضا نستدل من هذا بأن الضرب الاتجاهي لا يخضع للعملية الإبدالية، حيث درسنا في الدروس السابقة خصوصا في مسألة أو في موضوع الضرب النقطي، بأنه الضرب النقطي للمتجهين مثل A و B، A dot B مساوي ل B dot A، وقلنا بأن هذه الخاصية تسمى بالخاصية الإبدالية أي الكوميوتيتيف لو. هنا
وكما تشير هذه المعادلة بأن الضرب الاتجاهي لا يخضع للعملية الإبدالية. كذلك درسنا خاصية أخرى هي خاصية التوزيعية، وأيضا درسناها في الضرب النقطي، وهنا أيضا ممكن تطبيقها على الضرب الاتجاهي، حيث لو كان لدينا ثلاثة متجهات، متجه A والمتجه B والمتجه C كما في الشكل المبين، فإنه يمكن توزيع المتجه A على كل من المتجه B والمتجه C لنحصل على A كروس B زائدا A كروس C. الآن لو انتقلنا إلى الكومبوننتس أي المركبات للمتجه A أو المتجه B، وإذا قمنا بدراسة هذه المتجهات بثلاثة أبعاد أي البعد X والبعد Y والبعد Z، فإن كل متجه من هذه المتجهات A أو B أو C سوف يمتلك ثلاثة مركبات. المركبة الأولى تكون باتجاه X ونمثلها بالI، والمركبة الثانية تكون باتجاه Y ونمثلها بJ، وحدة المتجه J أو المركبة J، والمركبة الثالثة للمتجه تكون باتجاه Z ونمثلها بالK. ولو أجرينا عملية الضرب الاتجاهي لهذه المركبات سوف نرى بأن هناك قسم منها، قسم من هذه المركبات يعطينا نتيجة صفر، والقسم الآخر يعطينا نتيجة أخرى قد تكون K أو I أو J أو إلى آخره. الآن لو أخذنا I كروس I سنجد أن النتيجة تساوي صفر، وهذا واضح من تطبيق قانون الA كروس B يساوي AB ساين ثيتا. وبما أن الزاوية ثيتا بين I وI صفر، حيث أن I منطبق على نفسه وساين الصفر يساوي صفر، لذلك سوف تكون نتيجة I كروس I يساوي صفر. كذلك تكون نتيجة الJ كروس J ومثلها نتيجة الK كروس K. أما باقي المركبات فيمكن إيجاد الناتج بسهولة، وذلك عن طريق رسم هذه الدائرة المبسطة، حيث رسمنا دائرة ووضعنا عليها أسهم باتجاه واحد، وهنا أنا اخترت الاتجاه المعاكس لعقرب الساعة، من الممكن أيضا أن تختار الاتجاه مع عقرب الساعة كما تشاء. ثم وضعت المركبات الثلاثة الI والجي والكي بهذا الشكل. من هذه الدائرة المبسطة أتمكن من إيجاد النتائج بسهولة دون اللجوء إلى حفظ هذه المعادلات أو حفظ هذه النتائج. كيف؟ كالآتي: I كروس J مع اتجاه السهم يعطيني K، I كروس J يعطيني K وبالإشارة الموجبة، J كروس K يعطيني I وبالإشارة الموجبة أيضا، K كروس I يعطيني J وأيضا بالإشارة الموجبة ما دمنا نسير مع اتجاه الأسهم. الآن ماذا يحصل لو صرنا عكس اتجاه الأسهم؟ سنحصل على نفس النتائج نفس الأسلوب، ولكن ستكون الإشارة في هذه الحالة سالبة. مثلا I كروس K أيضا سنحصل على J، لكن الإشارة راح تكون سالبة. لماذا؟ لأننا نسير عكس اتجاه الأسهم. وكذلك K كروس J يساوي لي أيضا I ولكن بالإشارة السالبة، ومثلها J كروس I أحصل على K لكن بالإشارة السالبة أيضا. الآن لو أردنا تمثيل الضرب الاتجاهي لمتجهين مثل A و B
لكن باستخدام الكومبوننت. فكيف تكون العملية؟ C ناتج الضرب يساوي هذا كله يمثل المتجه A وهذه إشارة الضرب الاتجاهي وهذا كله يمثل المتجه B. ثلاثة مركبات للمتجه A باتجاه X والY والZ وثلاثة مركبات للمتجه B باتجاه X والY والZ أيضا. الآن كيف تجري عملية الضرب الاتجاهي؟ استنادا إلى خاصية التوزيعية Distributive اللي قلنا بأن الضرب الاتجاهي يخضع لها، سوف نقوم بتطبيق هذه القاعدة هنا لنرى ماذا نحصل. كيف يمكن إيجاد النتيجة؟ ببساطة نقوم بتوزيع كل مركبة من مركبات المتجه A على المركبات الثلاثة للمتجه B. فنبدأ بالمركبة الأولى AX نضربها في المركبة BX والAX أيضا مع البY والAX مع البZ، لكن بما أن الAX والAY لAZ وكذلك البX والBY والBZ هي عبارة عن كومبوننت، هي عبارة عن مركبات، هي عبارة عن أرقام، لذلك ليس لها علاقة بالضرب الاتجاهي، لذلك تخرج خارج الضرب الاتجاهي فيكون AX مع البX في البداية ثم الI كروس I بهذا الشكل، أي أن الضرب الاتجاهي يخص المتجهات فقط وليس له علاقة بالمركبات أي الماجنتيود، ليس له علاقة بالماجنتيود، ليس له علاقة بالسكالر على اعتبار بأنه AX وBX هي سكالر تمثل أرقام. كذلك فإن الAX تضرب في البY وتوضع بهذا الشكل ثم الI كروس J ومثلها الAX مع البZ ويكون الI كروس K. سبق وأنا قلت إذا تذكرون يجب أن تكون هذه العملية بثلاثة أسطر، يجب أن نجري هذه العملية بثلاثة أسطر وذلك لتكون بسيطة وواضحة ولا يحصل فيها أي التباس أو توهم. كل مركبة من المركبات تعطيني سطر منفصل لوحدة، الـ AX ينطيني سطر لوحدة، بعدها الـ AY ينطيني سطر كامل، ومن ثم الـ AZ يعطيني السطر الأخير السطر الثالث، وبالتالي أحصل على ثلاثة أسطر، في كل سطر ثلاثة حدود ويكون مجموع الحدود تسعة حدود على اعتبار ثلاثة في ثلاثة أحصل على تسعة حدود. الآن طبعاً أنا وزعت الـ AY على الـ BX والـ J كروس I وكذلك الـ AY على الـ BY والـ J كروس J والـ AY على الـ BZ والـ J كروس J كروس K ثم الـ AZ أيضاً وزعت على الـ BX والـ BY والـ BZ بنفس الطريقة. الآن أبسط هذه الأسطر بالشكل الآتي: I cross I كما علمنا صفر، نزلت صفر، الـ AX الـ BY قيمة ثابتة تنزل، الـ I cross J ببساطة دون أن أحفظ دون أن أرجع إلى المعادلات فقط ما عمله هو أرسم هذه الدائرة وأذهب إلى الـ I cross J أشوف النتيجة تنطيني K، لذلك أصبح عندي هنا K. اللي بعدها I الـ AX مع الـ BZ أيضا نزلتها وعندي الـ I across K. I across K يعطيني J لكن بالإشارة السالبة لأنه عكس اتجاه الأسهم، لذلك وضعت J ووضعت هنا الإشارة السالبة. وبنفس الطريقة راح أستمر مع الخط الثاني والخط الثالث، راح أحصل على ثلاثة حدود قيمها أصفار اللي هي تمثل قطر هذه المصفوفة ويتبقى عندي ستة حدود. إذا ألاحظ هذه الحدود راح أجد حدين
للآي هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني بهم قيم آي، واحدهم موجب والآخر سالب، وأجد قيمتين أيضا للمركبة جي هذه المركبة الأولى وهذه المركبة الثانية، وأيضا أحدهم موجب والآخر سالب، وأجد مركبتين أخرى للكي أيضا الأولى موجبة والثانية سالب. كل ما أفعله الآن هو ترتيب هذه الحدود بحيث أجمع مركبات الآي على حدة ومركبات الجي على حدة والكي على حدة، وبالتالي إذا أشوف الآي عندي أي واي بي زت، هذا الأي واي بي زت الموجب، وهذا الأي زت البي واي السالب وهي إشارة السالب، وأخذتهم بين قوسين وطلعت منهم الآي عامل مشترك. نفس الحالة أجريها لجي ونفس الحالة أجريها لكي. الآن حتى أحفظ حتى أعرف هاي النتيجة بسهولة دون أن أخطأ، ألاحظ بأنه هنا عندي الآي والآي يمثل لي X، إذن ما يتبقى ما يأتي بعد الX هو الY، وما يأتي بعد الY هو الZ، فصار عندي Y Z. هنا بهذا الحد أقلب الY مكان الZ والZ مكان الY فقط لسهولة الحفظ. وإذا أجي إلى الحد الآخر J، فJ يمثل لي الY، واللي يأتي بعد الY بالتسلسل هو الZ، لذلك صار عندي Z وبعد Z بالترتيب يجيني X، فأصبح عندي Z و X طبعا والإشارة سالبة ونفس الحدود، لكن أبدل أيضا ال X مكان ال Z وال Z مكان ال X وأحصل على هذا الحد. وهذا أيضا بنفس الطريقة الكي يمثل للZ، ما يأتي بعد الZ هو ال X وما يأتي بعد ال X هو ال Y، لذلك أصبح عندي X Y وبقي نفس المقدار، مجرد أن أبدل X مكان Y والY مكان X، وراح تكون هاي طريقة سهلة لحفظ هذه المعادلة دون أن أجد صعوبة. الآن C أيضا نتج متجه اسمه C، وC أيضا راح يبقى بثلاثة مركبات بثلاثة اتجاهات، المركبة الأولى باتجاه الI والمركبة الثانية باتجاه الJ والمركبة الثالثة باتجاه الـK. الآن ممكن أن أرفع هذا القوس كله وأعوض عنه بCX لأنه باتجاه الI باتجاه الX CXI، وممكن أن أرفع هذا المقدار وأخليه CY، ممكن أن أرفع هذا المقدار وأخليه CZ، وبالتالي حصلت على متجه C يساوي CXI زائدا CYJ زائدا CZK. هناك طريقة أخرى لإيجاد نفس النتيجة لنفس المتجهين، وهذه الطريقة تعتمد على استخدام الديترمينانت المحدد محدد المصفوفة، فأيضا C يساوي عندي A كروس B، الA كروس B ممكن أن أكتبهم بدلالة محدد، وهذا سبق أيضا وأن شرحناه، أضع المحدد محدد المصفوفة وأبدي أضع بالصف الأول أو السطر الأول I و J و K، وما أنسى بأنه إشاراتهم بالتعاقب تبدأ بالI موجب والJ سالب والK موجب، وإذا كان بعدها عمود رابع تكون إشارته سالبة ثم موجبة وهكذا. إذن الآن عندي الآي إشارتها موجبة والجي إشارتها سالبة والكي إشارتها موجبة، بعد ذلك أخذ المتجه الأول اللي هو أي وأوزع مركباته الأي إكس والأي واي والأي زت، ثم المتجه الثاني اللي هو البي وأيضا أوزع مركباته البي إكس والبي واي والبي زت. الآن اللي أسويه فقط أن أخذ الآي بإشارة الموجبة
وضعها في البداية وأقوم بحذف الصف الأول، هذا الصف الأول، أحذف الصف الأول وأحذف العمود الأول، فاللي يتبقى عندي هذا المقدار، أجيب هذا المقدار وأخليه بالديترمينانت، أخليه كديترمينانت كمحدد مصفوفة مضروب بالآي موجبة. بعد ذلك أخذ الجي والجي قيمتها سالبة، فأنزل سالب جي وأحذف الصف الأول أيضا، لكن هذه المرة مع العمود الثاني اللي راح يتبقى لي الأي أكس والأي زت والبي أكس والبي زت، وأنزلهم بمحدد أيضا. ثم أخذ الكي بقيمتها الموجبة، وهذه المرة أحذف الصف الأول والعمود الأخير اللي يتبقى عندي الأي أكس والأي واي والبي أكس والبي واي، وأخليهم أيضا بمحدد مصفوفة. الآن صار عندي هذا الشكل. هذا المحدد هو من أبسط أنواع المحددات، عندما يكون صفين بعمودين كل ما أفعله هو أن أنزل الآي وأفتح قوس وأضرب الأي واي بي زت بهذا الشكل. أبدأ من الأي واي باتجاه البي زت، أي واي بي زت، أضع علامة سالبة، ثم أضرب الأي زت بي واي وبهذا الاتجاه بي أي زت مع البي واي، حصلت على هذا الشكل. بعدها أنزل السالب الجي وأفتح قوس أيضا، وأيضا الأي أكس مع البي زت ناقصا الأي زت مع البي أكس، ونفس الحالة للكي، الأي أكس مضروب بالبي واي ناقصا الأي واي مضروب مع البي أكس. الآن إذا أشوف، إذا أقارن هذه النتيجة اللي حصلت عليها من هاي الطريقة مع النتيجة اللي حصلت عليها من الطريقة السابقة، راح أجد بأنه تماما هي نفس النتيجة، لكن الطريقة الثانية، طريقة المحدد، تكون أسهل من الطريقة الأولى. مثال على الضرب الاتجاهي هو التورك أو العزم المدور، حيث العزم المدور يساوي R cross F، حيث الـ F تمثل القوة و R يمثل لي الذراع، ذراع القوة. الآن لو أخذ example، مثال، find the vector product of A، متجه الـ A بثلاث مركبات والمتجه الـ B بثلاث مركبات أيضا. المطلوب find the vector product، يعني لازم أن أوجد الضرب الاتجاهي. لذلك كتبت A cross B يساوي، نزلت المتجه الأول A، نزلت علامة الضرب الاتجاهي، ثم المتجه الثاني اللي هو B، وأجري نفس العملية اللي هي أضرب، أوزع كل مركبة من مركبات A على مركبات B الأخرى، 3i أضربها بالi أحصل على 0، ثم 3i على 4j، فراح يكون عندي 3 في 4 12، والi مضروبة في الj راح أحصل منها على k بالقيمة الموجبة وحسب الدائرة اللي تعلمناها. ثم نزل علامة الزائد وأفتح قوس جديد وأبدي أوزع، طبعا هذه بنفس الحالة 3i تتوزع على الاثنين من k، فراح يكون عندي 3 في 2 6، راح يكون عندي ال i هذه المرة cross k، يعني أحصل منه على j، i cross k أحصل منه على j. طبعا الإشارة مالته راح تكون سالبة على اعتبار ال i عندما أضربها بال k راح تعطيني إشارة سالبة، وأنا بالأصل عندي إشارة سالبة راح تكون الإشارة عندي موجبة. أستمر بنفس الحالة، أخذ الناقص 2J أيضا أضربها في الـ I ثم في الـ J، طبعا مع الـ J ينطينا صفر على اعتبار المتشابهة اتفقنا تنطينا صفر، ثم أضربها مع الـ K، لذلك عندي ناقص 2J في I، الـ J مع الـ I، الـ J مع الـ I بالاتجاه
المعاكس فراح ينطيني ناقص k، وعندي ناقص بالأصل فراح يصير عندي زائد k، وعندي هذه اثنين صارت النتيجة عندي 2 k، وأستمر بنفس الحالة بنفس المنوال أحصل على قيمتين من المركبة الأولى وقيمتين من المركبة الثانية وقيمتين من المركبة الثالثة، وبهذا الشكل. ولابد أن تبقى قيم الكي، لابد أن يبقى الكي موجود والآي موجود، ما ممكن رفعها لأن ناتج الضرب الاتجاهي هو كمية اتجاهية، والآي والجي والكي تشير إلى الاتجاهات. الآن أفتح هذه الأقواس 12 كي مع مثيلاتها، والجي مع مثيلاتها، والآي مع مثيلاتها، وبالتالي اللي أحصل عليه بالشكل الآتي. الصفر طبعا يمثل لي القيم الآي على اعتبار عندي 4i ناقص 4i طاني صفر، والجي أروح القيم الجي عندي هنا 6j وعندي هنا 1j صار عندي 7j، والكي هنا عندي 12k وهنا عندي 2k حصلت على 14k، وبالتالي النتيجة راح تكون 7j زائدا 14k، وبالتالي تم حل هذا السؤال بهذه البساطة. الآن عندي ملاحظة، لو كان عندي سي وهذا السي هو عبارة عن كونستانت أي أنه رقم نمبر، وكان عندي ضرب اتجاهي لمتجهين أي وبي أي كروس بي، فإن هذا السي أي الرقم أو النمبر ممكن أن يتوزع بالطريقة الآتية: أما يدخل على سي على المتجه الأول أي فقط فيكون عندي سي أي كروس بي، أو أنه يدخل على المتجه الثاني فقط وبالتالي أحصل على أي كروس سي بي. مثال آخر، في هذا المثال المطلوب إيجاد derive the law of science using the cross product. هنا يطلب مني أن أوجد قانون الجيوب أو law of science باستخدام الكروس برودكت. سبق إحنا أن حلينا سؤال مشابه إلى هذا السؤال في الضرب النقطي، وأوجدنا منه law of cosines، وأيضا بنفس المنهاج وبنفس الطريقة، لكن بدلا أن نستخدم هناك الدوت برودكت هنا سنستخدم الكروس برودكت. عليه راح نستخدم الجرافيكال ميثود، طريقة الجرافيكال ميثود لطرح المتجهات للسبتراكشن فيكتور سبتراكشن. عندي متجهين A و B، وهذه المتجهين يبدون من نقطة بداية واحدة حتى يمثلون لي عملية طرح المتجهين، راح يكون ناتجهم هو A minus B، الضلع الثالث راح يكون A minus B، حيث يبدأ المحصلة تبدأ من نهاية المتجه الثاني إلى بداية إلى نهاية المتجه الأول، لذلك هذا الضلع راح يمثل لي أي ناقص B. الآن أمامي هذا الشكل، وأمامي الزوايا، الزاوية الأولى الثيتا اللي محصورة بين المتجه A والمتجه B، والزاوية ألفا محصورة بين المتجه B والمتجه A ناقص B وأقدر أسميه C، وعندي بيتا اللي هي زاوية المحصورة أيضا بين المتجه أي والمتجه أي ناقص بي أو المتجه سي. الآن سي يساوي أي ناقص بي، سي يساوي أي ناقص بي، كل ما أفعله هو أن أضرب ضرب اتجاهي، أضرب هذا المقدار في متجه في المتجه سي نفسه، وتكون عملية الضرب هنا من اليمين. وكون بهالحالة يجب أن نأخذ انتباهنا، إذا قمت بعملية الضرب من جهة اليمين فلابد أن يكون طرفي المعادلة ينضربون من جهة اليمين نفسها، يعني ما ممكن أن
أضرب الجهة اليسار بالمتجه C من اليسار وأضرب هذه الجهة من اليمين. هذه C إذا دخلت على المعادلة من اليمين من جهة اليمين هنا لابد أن تكون أيضا من جهة اليمين. إذا وضعنا هذه C بهذا المكان راح تكون النتيجة خطأ على اعتبار C across A هي مو نفسها الـ A across C على اعتبار بأنه الضرب هنا ضرب اتجاهي. الآن نطبق قاعدة الـ distributive قاعدة التوزيعية، راح يكون عندي A across C ناقصا B across C، وبالتالي C across C حسب القانون راح يكون عندي حسب القانون اللي أخذناه اللي هو الـ AB يساوي لـ AB sin theta. هنا أنا راح يكون عندي C تربيع sin theta. الثيتا بين الـ C بين المتجهين، يعني بين المتجه ونفسه، أي أن المتجه منطبق على نفسه وبالتالي الزاوية تكون صفر، لذلك صار عندي sin الصفر، وهذه المقدار راح أحصل منه على AC ساين الزاوية المحصورة بين A و C. من هي الزاوية المحصورة بين A و C؟ هذا هو الـ A وهذا هو الـ C. الزاوية المحصورة بيناتهم هي زاوية بيتا، لذلك قلت ساين ثيتا، نزلت إشارة سالبة وهذا أحصل منه على BC. وما أنسى بأنه الـ B و C هي قيمة المتجه B وقيمة المتجه C، وساين الزاوية المحصورة بين الـ B و C أذهب إلى الـ B، هذا الـ B وهذا C، والزاوية المحصورة بيناتهم ألفا، لذلك كتبت ساين ألفا. هذه صفر، هذه AC ساين بيتا ناقصا BC ساين ألفا. أنقل طرفين، أنقل أحد الحدود إلى الطرف الآخر، وبالتالي أحصل على AC ساين بيتا يساوي BC ساين ألفا. ثم من هذه المعادلة أحصل على ساين ألفا على A يساوي لي ساين بيتا على B، بحيث إذا ضرب الطرفي المعادلة في وسطيها راح أحصل على هذه المعادلة نفسها. الآن وجدت الجزء الأول من القانون المطلوب، ويتبقى لي جزء آخر على اعتبار بأن القانون المطلوب هو ما مطلوب هنا بالسؤال، هو أن أجد ساين ألفا على A يساوي لي ساين بيتا على B ويساوي ساين ألفا على C. الآن لابد من إيجاد ساين ألفا على C. أعيد الطريقة هذه اللي استخدمتها نفسها، C يساوي A ناقص B، لكن هذه المرة بدلا من أضرب B المتجه C راح أضرب بالمتجه B ومن جهة اليمين أيضا ولكل الطرفين، لذلك راح أحصل على C كروس B يساوي لـ A ناقص B كروس B. وأيضا أستخدم نفس الأسلوب، هذا راح أحصل منه على C B ساين ألفا، وألفا زاوية المحصورة بين C وبين البي، هذا السي هذا السي وهذا البي والزاويه اللي بيناتهم الفا، ويساوي لي ايضا هنا انا اطبق الخاصيه التوزيعيه، فراح يكون عندي اي كروس بي ناقصا بي كروس بي، بي كروس بي نتيجته تكون صفر، واي كروس بي نتيجته اي بي ساين زاويه محصوره بين الاي والبي اللي هي الزاويه ثيتا. منهم احصل على اشيل البي من هالطرف والبي من هالطرف، النتيجه تكون عندي سي ساين الفا يساوي لي اي ساين ثيتا، ومنها احصل على ساين الفا على اي يساوي لي ساين ثيتا على سي. هنا انا عندي ساين الفا على اي راح بالتعويض او بما يساوي، خلي ما يساوي اللي هو ساين ثيتا على سي، وبالتالي صار عندي احصل على ساين الفا على A تساوي ساين ثيتا على C وتساوي ساين بيتا على B، أي أنه حصلت على ساين ألفا على A يساوي لي ساين بيتا على B ويساوي لي ساين ثيتا على C، وهذا هو المطلوب law of science. الآن أنتقل إلى موضوع جديد، هو موضوع triple product. triple product أي أنه الضرب الثلاثي، لكن عندي بي أكثر من نوع. بالحقيقة عندي نوعين من الضرب الثلاثي triple product، عندي نوعين اللي هما الأول triple scalar product والثاني triple cross product. وأيضا من الأسماء من أسمائهم هذا الأول تكون نتيجته scalar والثاني لابد أن أحصل منه على vector. إذا أبدي بالنوع الأول الـ Triple Scalar Product، لو كان
لدي بما أنه تربل يعني ثلاثي، يعني عندي ثلاثة متجهات، فلو كان المتجه الأول A والمتجه الثاني B والمتجه الثالث C، وأردنا إجراء عملية الضرب الثلاثي النقطي لهذه المركبات لهذه المتجهات الثلاثة، يمكن تمثيل العملية رياضيا بالمعادلة الآتية: A dot B cross C. هكذا يكتب التربل سكالر برودكت. يعني إذا أعطيتك ثلاث متجهات وقلت لك هذه المتجهات الثلاثة اللي هي الأي والبي والسي، أو أعطيتك إياهم بدلالة المركبات قلت لك الأي يساوي مركباته، يعني مثلا I والجي والكي، والبي أيضا بي ثلاثة مركبات والسي بي ثلاثة مركبات، وأردت منك أن تجري عملية الضرب النقطي الثلاثي لهذه المركبات، تستخدم هذا القانون. هذا القانون يكون عندي A dot B cross C، حيث البي والسي مضروبة ضرب اتجاهي، وناتجهم يضرب بالأي ضرب عددي. ناتج هذا الضرب بالتأكيد راح يحصل منه على كمية عددية. لماذا؟ لأن نتيجة البي كروس سي هي متجه، وبالتالي لو سميت هذا المتجه دي، لو سميت ناتج ضرب البي كروس سي دي، راح يكون عندي اي دوت دي، تحولت عندي العملية الآن إلى ضرب نقطي تماما. اي دوت دي نتيجتهم لابد أن تكون سكالر أو كمية، ما سميناها كمية عددية، scalar quantity since it is the dot product of two vectors. نعم. الآن ممكن هذه المعادلة أن أكتبها بطريقة أخرى. A dot B cross C ممكن أن أكتبها تساوي A cross B بعدين دوت سي. اللي سويته هنا أنا حافظت على ترتيب المتجهات A B C، وهنا أنا أيضا عندي A B C. كل ما فعلته هو أن غيرت أماكن الدوت مع الكروس، جبت الكروس خليتها بمكان الدوت، أو جبت الدوت خليتها بمكان الكروس. لذلك هذا يعني بأن الدوت and الكروس may be interchanged، ممكن يعني تغييرهم in the scalar product اللي هو طبعا أتكلم عن التربل product. هذه العملية ممكنة. كيفية إيجاد الحل لثلاثة متجهات مضروبة ضربا ثلاثيا نقطيا؟ ببساطة أستخدم طريقة المحدد اللي استخدمتها سابقا في الكروس برودكت، لكن بدلا من أن أضع I بالصف الأول I وJ وK، راح أضع بالصف الأول مركبات المتجه الأول، أوزع مركبات المتجه الأول اللي هي الـ AX والـ AY والـ AZ، وأيضا تكون إشاراتها بالتفاوت بالتعاقب. الأول المركبة الأولى تأخذ الموجب، ثم الثانية تأخذ سالب، والثالثة تأخذ موجب. بعد ذلك أفعل مثل ما فعلت بالضرب الاتجاهي، البي أخذ مركباتها الثلاثة وأوزعها بي اكس بي واي بي زت، وسي أيضا أخذ مركباتها الثلاثة سي اكس سي واي سي زت. حصلت بالنتيجة على ديترمينانت، على محدد مصفوفة يمكن أن أحله مثل ما حليت الكروس برودكت. بدلا عن الأي راح أحصل على أي اكس، وبدلا عن الجي أو ناقص جي راح أحصل على ناقص أي واي، وبدلا عن الكي راح يكون عندي زائدا أي زت، وأستمر بنفس الطريقة وأيضا أحصل منها على تسع حدود، ثم أجد النتيجة. طبعا هذا هو الضرب الثلاثي النقطي، هو تماما يساوي لي الحجم للبارل بايبت. البارل بايبت أقصد به متوازي المستطيلات، أي أن حجم متوازي المستطيلات يعطى بالعلاقة الآتية. فلو بالامتحان طلبت منك أن توجد لي حجم متوازي المستطيلات، حجم متوازي المستطيلات لثلاثة متجهات، وانطيتك
كل متجه من هذه المتجهات اللي هي الأي والبي والسي بدلالة المركبات، فما عليك إلا أن تطبق لي هذا القانون وتحلي طريقة الديترمينانت حتى توجد لي حجم متوازي المستطيلات. الآن عندي ملاحظة، هذه الملاحظة تنص على أنه الأي دوت بي كروس سي يساوي أي كروس بي دوت سي، اللي هي هذه نفسها اللي بيها حافظنا على تسلسل المتجهات A, B, C. مجرد أجرينا عملية تغيير مواقع الدوت والكروس. هنا نخلي ببالنا تسلسل المتجهات يكون هو نفسه تسلسل الآي والجي والكي، أي أنه دائما بعد الآي يأتي الجي وبعد الجي يأتي الكي، أيضا هنا بعد الأي يأتي البي وبعد البي يأتي السي، ونستخدم نفس الدورة بالتمام. الآن لو وضعنا الدائرة السابقة اللي البسيطة اللي تعلمناها، لو وضعنا الدائرة هنا بهالمكان هذا وخلينا على هذه الدائرة ثلاثة متجهات، هنا المتجه أي وهنا المتجه بي وبهالمكان المتجه سي، فأيضا راح نستخدم نفس الأسلوب حتى نشوف متى نحصل على موجب ومتى نحصل على سالب. لذلك هنا كتبنا هذه المقدار راح يساوي لي هالمرة C across A dot B. ليش؟ لأن C هو المتجه الثالث بالترتيب، بعد C أرجع المن للA وبعد الA يجيني المتجه B. ما دام حافظت على نفس الاتجاه نفس الدورة، إذن راح تكون عندي النتيجة موجبة، وممكن أيضا أن نغير مكان الكروس والدوت بهذه الطريقة. وبنفس الحالة لو كان عندي C across B dot A، هنا شنو اللي يصير عندي؟ هنا بعد C يأتيني المفروض A، لكن هنا اللي أتى بعد C هو B، أي إنه عكس اتجاه الأسهم إذا نذكر الدائرة مالتنا، وبالتالي لابد أن تنعكس الإشارة، لذلك وضعت إشارة سالبة، وهكذا على بقية الحدود. الآن التربل أكروس برودكت، الضرب الثلاثي الاتجاهي، ومن اسمه لابد أن أحصل منه على كمية اتجاهية. فإذا كانت عندي ثلاثة متجهات، الأول A والثاني B والثالث C، وأريد أن أمثلهم بالضرب الثلاثي الاتجاهي، أكتب A كروس B كروس C بين قوسين، وهذا طبعا يساوي لي A دوت C مضروبة في B ناقصا A دوت B مضروبة في C. هذا القانون يحفظ وإثباته غير مطلوب لأنه مطول ومعقد بعض الشيء، لكن اللي أحب أن أشير له هنا بأنه بين الـ A دوت C وبين الـ B ماكو لا علامة كروس ولا علامة دوت، وهنا أيضا لا عندي علامة دوت ولا عندي علامة كروس. ليش؟ السبب واضح، لأنه الـ A دوت C راح ينطيني سكالر، راح ينطيني كوانتيتي، راح ينطيني نمبر رقم، وبالتالي ما ممكن أن أقوم بضرب الرقم بالمتجه مثل ما تعلمنا وتعودنا على قوانيننا. ما ممكن أن أجري عملية الضرب بين سكالر وفكتر لأنهما من نوعين مختلفين، لابد أن يكون الضرب أما فكتر مع فكتر أو سكالر مع سكالر. لذلك هذا المقدار ينطيني هذا المقدار الـ A dot C، ينطيني سكالر وبالتالي ما ممكن أن أضرب السكالر بالفكتر ضرب نقطي أو اتجاهي، لذلك شلت عملية شلت إشارة الضرب المتجهي أو الضرب النقطي وخليته بدون هاتين العلامتين، أي أنه ما ينتج من هذه العملية هو رقم، والرقم مثلا لو كان خمسة راح تكون النتيجة عندي هذه الخمسة مضروبة بالمتجه بي ضربا طبيعيا، وإذا كان هذا البي يتكون عندي من ثلاثة مركبات فإن هذه الخمسة أي الرقم هذا اللي تكلمت عنه راح يتوزع لي على ثلاثة مركبات للمتجه بي. الآن لو أخذ مثال آخر، عندي متجهين، المتجه الأول A بهذه الصورة والمتجه الثاني B بهذا الشكل، والمطلوب مني أن أوجد الـ A dot B، والمطلوب مني أن أوجد أيضا الـ A cross B. هنا المثال ما يعود لا للضرب النقطي الاتجاهي ولا للضرب
العفو لا للضرب الثلاثي النقطي ولا للضرب الثلاثي الاتجاهي، وإنما أمثلة تخص الفصل كله أمثلة عامة. بهذا المثال أريد العمليتين أجريهن، اللي هي عملية الضرب النقطي الدوت برودكت وعملية الكروس برودكت لمتجهين هما A و B، ومعطي قيم الـ A والـ B بدلالة المركبات الثلاثة. العملية جدا سهلة، A دوت B، أضع A دوت B، أجيب قيمة المتجه A أنزلها وأنزل علامة الدوت، ثم مركبات المتجه B أنزلها أيضا، وأجري العملية بسهولة كما تعودنا. أخذ المركبة الأولى اللي A أضربها أوزعها على ثلاثة مركبات، وطبعا ما راح تظهر عندي حدود معقدة على اعتبار المتشابهة فقط هي التي تبقى. ليش؟ لأن عندي I دوت I بس اللي ينطيني واحد، أما I دوت J فراح يكون عندي صفر، و I دوت K راح يكون عندي صفر. فببساطة أضرب المتشابهات فقط وأهمل البقية، فأقول 2I في I وتنتهي المسألة. الاثنين هذه في الآي معاملة واحد، فراح يكون عندي اثنين في واحد، والآي دوت آي هي أصلاً واحد، فبقى عندي النتيجة اثنين في واحد. وكذلك الجي بالمباشر دون أن أضربه بآي وبكي، لأن يعني أضربه بآي راح يكون عندي صفر، يعني جي دوت آي صفر، وجي دوت كي أيضاً صفر، يبقى عندي جي دوت جي واحد فقط، وعندي إشارة ناقص فصار عندي ناقصاً واحد. ونفس الحالة للكي أنزل العلامة الموجبة وأفتح قوس، وبالتالي ناقص كي في ناقص 2 كي أحصل على ناقص واحد من نانا في 2 من هذه الجهة، والكي دوت كي قيمتها واحد. أبسط هذه، أفتح هذه الأقواس أحصل على النتيجة ناقص واحد. الآن أنا أجريت عملية الضرب النقطي للمتجهين، المطلوب مني أن أوجد الضرب الاتجاهي لهذين المتجهين أيضا. ايضا ببساطه استخدم قاعده الديترمينانت اللي قلنا هي اسهل طريقه، اسهل من الطريقه الاولى اللي درسناها قبل قليل، وبالتالي بنفس الاسلوب اخذ الاي انزلها واشطب الصف الاول مع العمود الاول، واللي يبقى عندي هذا هو الديترمينانت بدون ما اكتبه. للبساطه بالمباشر اقول 1 في 2 هذا 2 ناقصا، انزل اشاره الناقص، وعندي ناقص 1 في ناقص 1 ناقص واحد في ناقص واحد ينطيني واحد، فصار عندي اثنين ناقصا واحد. ثم الناقص جي أنزلها وأفتح قوس وأشطب الصف الأول مع العمود الثاني، وأضرب بالمباشر اثنين في اثنين أربعة، وأنزل الإشارة السالبة، وعندي واحد في ناقص واحد ناقص واحد ناقص مع ناقص، صارت عندي الإشارة موجبة. ثم الكي أيضا أنزل الكي وإشارة تكون موجبة، وأشطب الصف الأول مع العمود الثالث اللي تبقى عندي 2 في ناقص 1 ناقص 2، وأنزل الإشارة السالبة وعندي 1 1 في 1 1 في 1 1، فصار عندي ناقص 1. وأبسط العملية، أبسط هذه الأرقام راح أشوف النتيجة تظهر لي بدلالة الآي، تبقى بدلالة الآي وتبقى بدلالة الجي وكذلك بدلالة الكي. المطلوب مني ايضا ان اوجد الزاويه بين المتجهين اللي هم المتجه A والمتجه B. ابسط طريقه لايجاد الزاويه بين المتجهين ان استخدم قانون الضرب النقطي، ما اروح للضرب الاتجاهي، وانما الضرب النقطي راح يكون عندي اسهل طريقه. وعندي A دوت B يساوي لي A B كوساين ثيتا، وبالتالي فان الكوساين ثيتا راح يساوي لي A دوت B على الـ AB. الـ A دوت B أنا وجدت قيمتها سابقاً اللي هي ناقص واحد، هذه ناقص واحد، والـ A في B يعني قيمة A في قيمة B، قيمة A أيضاً أرجع لها أخذها من هنا، قيمة A 2 تربيع زائداً 1 تربيع زائداً ناقص 1 تربيع A زائد 1 تربيع، وقيمة B أخذها من هنا اللي هي 1 تربيع زائداً 1 تربيع زائداً 2 تربيع اللي هي 4، وخليتهم بهالشكل اللي أمامنا.
أبسط العملية، راح يكون عندي 4 زائد 1 زائد 1 6، فصار عندي جذر 6، وهنا أيضا يكون عندي جذر 6، وبالتالي جذر 36، وهنا أنا ناقص 1 على جذر 36، جذر 36 راح يكون عندي 6، النتيجة راح تكون عندي ناقص 1 على 6. ثم أقول ثيتا تساوي كوساين انفيرس، كوساين انفيرس للناقص 1 على 6، وهذا عن طريق الحاسبة ممكن أن أوجد قيمة الزاوية ثيتا تساوي 99.5 بالعشرة. هذه هي الزاوية المحصورة بين المتجهين A و B. مثال آخر أيضا مطلوب مني أن أوجد الماجنيتيود of the vector A and vector B. العفو، السؤال هو اللي منطيني الماجنيتيود للمتجه A والمتجه B كالآتي: قيمة أي منطيني إياها 3، والأم يعني متر وحدة قياس، ومنطيني البي يساوي لي 2 متر. المطلوب مني أن أوجد أي زائدا بي، وكذلك الأي ناقصا بي، لكن استنادا إلى طريقة الجرافيكال ميثود. هذا هو قيمة، هذا هو المتجه أي، وهذه قيمته هي 3 متر، وهذا هو المتجه بي، وهذه قيمته 2 متر، والرسم هو منطيني بمنطوق السؤال، ومنطيني الزاوية هنا 30، وهنا الزاوية 45. المطلوب مني أن أوجد أي زائدا بي وأي ناقص بي. طبعا حتى أوجد أي زائد بي لابد أن أعرف أي بدلالة مركباته وبي بدلالة مركباته. ما عندي أي بدلالة مركباته ولا عندي بي بدلالة مركباته، لابد أن أوجدهم. لذلك الأي لابد أن يكون عندي، بما أنه باتجاهين فقط مثل ما نشوف، هذا الاتجاه هو الأكس، هذا هو الاتجاه الواي، إذن عندي اتجاهين. وبما أنه أي مائل غير منطبق على احد الاحداثيات، لذلك راح احلله، راح يملك مركبتين، المركبه الاولى هي اي اكس، والمركبه الثانيه هي الاي واي، والبي كذلك مائل، لذلك راح يتحلل الى مركبتين هي البي اكس وكذلك المركبه البي واي. وانتبه الى ان هنا المركبه البي واي هي للاتجاه الاسفل، الاتجاه المعاكس للموجب واي، اي انها بالاتجاه السالب. هذه النقطه اخليها ببالي، وأجي أوجد قيمة الـ A والـ B، وأكتب الـ A AXI زائد AYJ، وأني أملك قيمة A 3 وقيمة B 2. وحسب قوانيني الـ AX مثل ما أعرف الـ AX يساوي لـ A cosine theta، الـ AX يساوي لـ A cosine theta حتى أوجد هذه المركبة. الـ A قيمتها عندي 3، هاي 3 عوض عنها، والـ cosine theta، الثيتا هي الزاوية هذه اللي مقدارها 30، وأوجد النتيجة مالتها وألقاها 2.16 متر. وكذلك لابد أن أوجد المركبة اللي هي الأي واي، والأي واي حسب قانوننا هي تساوي لي أي ساين ثيتا، والأي عندي قيمته أيضا 3، والزاوية هي 30، فيصير عندي ساين 30، ونتيجة أيضا تكون عندي 1.5. الآن وجدت المركبات اللي هي المركبات المتجهة أي، اللي هي الأي أكس والأي واي. هذه المركبات مع وحدة المتجه الأي والجي تكون لي فكتر، على اعتبار بأنه هذا يجب أن يكون فكتر، وهذا يجب أن يكون فكتر، وهذا الفكتر مقداره الأي أكس واتجاهه هو الأي، وهذا الفكتر مقداره هو الأي واي واتجاهه هو الجي، وفكتر زائد فكتر بالنتيجة أحصل على فكتر. إذن راح أكتب قيمة A بالشكل الآتي: أعوض عن قيمة AX بـ 2.6 وعن قيمة AY بـ 1.5، فيكون عندي A بهذا الشكل. كذلك لابد أن أوجد قيمة المتجه B بنفس الطريقة: BX B cosine theta، وعندي قيمة B هي 2، وقيمة الزاوية هي 45، وأوجد النتيجة. والبي واي بي ساين ثيتا، والبي أيضا 2، والزاوية 45، راح أحصل على هذا المقدار بدون إشارة سالبة. لكن بما أن الواي متجه بالاتجاه السالب للمحور واي، لذلك لابد أن أضع العلامة السالبة. ليش؟ لأنه هذا عندي، هذا هو هنا البي واي بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه الموجب لواي، وهذا الاتجاه السالب لواي، لذلك وضعت الإشارة السالبة. بينما الاي اكس خليت إشارته موجبة لأنه منطبق على المحور اكس وبالاتجاه الموجب. بالتالي حصلت على قيمة اي كاملة، قيمة متجه اي كاملة مقدارا واتجاها، وحصلت على قيمة البي كاملة مقدارا واتجاها. الآن أجري عملية الجمع والطرح بكل بساطة: اي زائد بي، وضعت قيمة الاي، مركبات الأي زائد مركبات البي، فتحت الأقواس، بسطت العملية، حصلت على هذه النتيجة.
المطلب الثاني اللي هو طرح المتجهات، أيضا وضعت المتجه A والإشارة السالبة والمتجه B، وفتحت الأقواس أيضا وبسطتهم، وبكل بساطة حصلت على قيمة المتجه A ناقص B، هنا أنا مسمي C. الحد هنا أنا خلاص مطلبي من السؤال، هذه هي مطالب إضافية أنا وضعتها للفائدة. لو طلبت منك أن توجد قيمة C، فسهل قيمة C راح تكون عندي، هذا هو C اللي هو A ناقص B، راح يكون عندي هذه المركبة CX وهذه المركبة مالته اللي هي CY، فراح يكون عندي CX تربيع زائد CY تربيع، والCX هذه قيمتها ربعتها والCY هذه قيمتها ربعتها، والنتيجة حصلت عليها. إذا أردت اتجاه هذا المتجه فأجده، تذكرون الاتجاه لابد أن أجده عن طريق التان ثيتا، والتان ثيتا تساوي لي هذا المقدار اللي هو المركبة Y CY على CX، ومنها حصل على ثيتا تساوي 68. وهنا أنا أيضا مثلتهم، هذا هو المتجه C، بما أنه بمركبتين معناه هو مائل، لذلك رسمته بالمنتصف، يعني مائل، لا هو منطبق على الأكس ولا هو منطبق على الواي، والزاوية تعلمنا دائما نرسمها من المحور أكس ونتج بها إلى الاتجاه الأعلى، لذلك ها هي الزاوية ثيتا اللي تساوي لي 68، وهذا هو الـ CX الـ 1.8، وهذا هو السي واي اللي هو 2.9، وبالتالي انتهى حل السؤال. هذا هنا أنا عندي هوم ورك لابد ان احله، ايضا اني منطي بالرسم بمنطوق السؤال، منطيك الرسم هذا، واريد منك هذه المطالب ومنطيك الاجوبه، لابد ان تحله وتطلع لي الاجوبه اللي اني منطيك اياها. انا هنا أنا كملت هذا الموضوع رغم ما أني كنت ماخذة سابقاً بالمحاضرة، قمت بها إعادة وبالتفصيل مع الأمثلة والواجبات البيتية. المحاضرة اللي بعدها أيضاً راح تكون أمثلة أيضاً لهذا الموضوع، راح أمر لها سريعاً بالفيديو التالي إن شاء الله. شكراً جزيلاً، أرجو أن استفادتوا، وأرجو أن تقرون بصورة جيدة وتحلوا لي الواجبات المنزلية.